حيث اللطام لبريف حماه الشمالي بالصواريخ الفراغية. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطام لبريف حماه الشمالي بالصواريخ الفراغية والدخان يتصاعد. 10/10/2014. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطام لبريف حماه الشمالي بالصواريخ الفراغية والدخان يتصاعد. 10/10/2014. قصف بالطيران الحربي على مدينة اللطام بريف حماه الشمالي. قصف بالطيران الحربي على مدينة اللطام بريف حماه الشمالي والدخان يتصاعد. 10/10/2014.